جاء أخذ يطوف على الكعبة واللهم اغفر لنا وتجاوز أن اللهم ويدعي مسكين، فتحمس وأصابت ضربة شمس ووقع على الأرض، فحملوه وذهبوا به إلى مستشفى أجياد اللي مقابل للحرم، حطوه في المستشفى بارد المكان، سرير أبيض وشرشف أبيض، وضعوا عليه كذا هواء وبخار. فبعد 4 أو 5 ساعات أفاق. أول ما أفاق التفت يمين فإذا الغرفة أبيض في أبيض، التفت يسار فإذا الغرفة كلها، نظر إلى الشرشف إلى البطانية إلى السرير فإذا أرائك بيض. المسكين شم الريحة فإذا هي ريحة، طبعا هي ريحة ديتول لكن أحسن من ريحته يعني، فأعجبته الريحة فظن أنه في الجنة، فقال الله أكبر أشهد أن وعد الله حق، الجنة الجنة. فالتفت يمين فرأى 5 ممرضات فلبينيات، فلما شاف لابسات أبيض في أبيض قال الله أكبر الهور الإين الهور الإين الهور الإين. الممرضات ما يفهمن هذا إيش قاعد يقول، فظنوا انه مجنون وبينزل من السرير، يعني اخذ الشرشف ورماه بيروح للحور العين. فالممرضات اقبل عليه بسرعة يمسكونه، فقال لا واحد 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 واحد. فالمسكين يظن ان عند الحور العين.